أصدر سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح المهندس حسن الشيخ المدير التنفيذي لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أهم التغيرات التي طرأت على اللائحة الجديدة مقارنة بالتي سبقتها. وردت مجموعة من التعديلات والتحسينات في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، منها على سبيل المثال أن بالإضافة إلى إمكانية فتح مكتب هندسي في شكل مؤسسة فردية، بالإمكان الآن تأسيس مكتب هندسي في شكل شركة تجارية. وسمحت اللائحة بأربعة أنواع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التوصية البسيطة، التضامن، والمساهمة المقسمة. أيضا سمحت اللائحة التنفيذية الجديدة للمهندسين باحتراف العمل التجاري بما لا يتعارض مع العمل الهندسي أو لا يخل بالتفرغ لمزاولة المهن. كذلك احتوت اللائحة أيضا على مراجعة وتبسيط الاشتراطات الخاصة بالترخيص للمهندسين والمكاتب الهندسية بهدف رفع الكفاءة، وكذلك لتشجيع انخراط المهندسين البحرينيين في الوظائف الهندسية وبالذات المهندسين البحرينيين حديثي التخرج. الحقيقة يعني سعادة وزير الأشغال وسعادة رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية وكذلك مجلس الإدارة حريصين كل الحرص على إقرار تعديلات تضمن الارتقاء بمزاولة المهنة، ولذلك صيغت هذه اللائحة بطريقة مناسبة بعد المشاورات مع الجهات المختصة والجهات المعنية وأهم المكاتب الهندسية طبعا والجمعيات المهنية اللي تمثل المهندسين.